ارحب ارحب يا زايد. زايد لو قلت تصير انت المقدم، افتح الباب وشغل مايك وتعال. هو شغال بس ظني ما لعب فيه. بس شغال شغال، تعال افتح الباب، افتح الباب، خل الباب فاتح، خل الباب فاتح يا زايد. زايد لو قلت انت تعال قدم واسالني سؤال، وش السؤال تسالني اياه؟ والله يا ابو هادي ما ادري وش اسال. خلاص طال عمرك، تعال انا بسالك. خلها على مقهى. نور الدنيا يا زايد، يلا حيه. الله زايد، من اكثر شخص قريب لك برا البرنامج؟ محمد مضيع. ونعم، صبح عليك بالخير. طيب صباح الخير ابو فايز. طيب يا زايد، شفتني مع متعب الشهراني قبل شوي، عندي ظرف، شفت كل شيء، ما يحتاج اشرح. واضح. يعني انت عندك جراه ولا ما عندك؟ تاخذ خصم 2000 ولا بتاخذ 1000 نقطه؟ قول يا نعمة الله ممكن تجيك من ابراهيم اليوم. نبدا؟ نبدا. يلا بسم الله. اساس الله يسر. نبدا مع زايد بن ناجح. زايد حبيبي، خذ معك كرتك كذا في صورة وانت مبتسم، وانت مبتسم. يلا اقرا كرتك يا زايد. بسم الله. فينك وين نفسك؟ حطه قدام الظرف واقراه بينك وبين نفسك، ولا احد. ان بغيت تجاوب لك 1000 نقطة، ما بغيت تجاوب خصم 2000. عاد انا استانس على الخصومات، تروح لك برايم. يعني الموقف ذا اللي انت ما تعلم به تروح لك برايم. خصم 2000 مو بسهل. فكر معك 20 ثانية. ليه 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 2000 نقطة حقك يا زايد. طيب اشرح لي ليش عبد الله وقتها مخلوق. لا لا حق ليش؟ والله موقف بسيط، ما هو بسيط بس ما هو 2000 نقطة فيها. تحمل 2000؟ تحمل. طيب فكرتك معك زايد، يمكن تجاوب. 2000 نقطة مو سهلة. وراك جمهور شاهدك الحين يقول لك يا زايد جاوب يا زايد، ترى الدنيا بسيطة. لا لا مرة خذ كرتي معي. خذ كرتك معك. لا انت مو هذا. توكل الله، ادع لي عقاب. عقاب المري. طيب ناد لي ريان بلوي. ريان بلوي، ريان، دهمنا الوقت، الصلاة.